خلونا نذكركم بالوقف، وقف الوداد، أسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع. الوقف إما عن طريق التطبيق أو عن طريق المتجر. الباقات الموجودة، باقة الجويد 50 ريال، وباقة العطاء 100 ريال، وباقة الإحسان 500 ريال، وباقة الوالدين 1000 ريال. الوداد أبو هاشم طبعا وقف سيقام يجمع بين أمرين. في شيء جاهز؟ طلع أعطونا فيديو، خلوا أبو هاشم يشوفه. جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة. تقدم الجمعية خدماتها من خلال الإيواء المؤقت للطفل اليتيم فاقد الرعاية الوالدية، إسناد حضانته لأسرة مناسبة ومؤهلة بشرط الرضاعة الشرعية، المتابعة الفاعلة لليتيم بعد الاحتضان ومساندة الأسرة. خلال مسيرتنا تم إسناد احتضان أكثر من 700 طفل وطفلة لأسر محتضنة على مستوى المملكة. خدماتنا تغطي جميع مناطق المملكة العربية السعودية. جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، من حق كل طفل يتيم أسرة تحتضنه. بها منها هنا من وقف أيتام الوداد. مشاهدينا، يعني هذا يعني شرح جميل ومبسط ورائع في تعريف الجميع بهذه الجمعيه. شفت ابو هاشم الفيديو؟ جميل، الله يعني يجزاكم خير ويجزاكم من يكفى الله. هذا جماله انه في كل انحاء المملكه، ما شاء الله. كل من يعني فقد الرعايه الابويه ما دون السنتين يستقبلونه، يحتضنونه ويتابع حتى تاتي الاسر ويعني تحتضن، تكمل الاحتضان للطفل باشراف من الوزاره وبشكل رسمي، وزارة الموارد البشرية طبعا، وبشكل رسمي. وما شاء الله تبارك الله جهودهم جدا جميلة، وجماله أنه يجمع بين أمرين. يعني لما يبذل الإنسان فيه يجمع بين الكفالة والوقف. والوقف ما شاء الله، ما شاء كفالة اليتيم والوقف نفسه. ما شاء الله، الوقف يستمر مدى الحياة، مدى الحياة، وكفالة اليتيم تستمر أيضا مدى الحياة. فهو يجمع الأمرين، وهذه من أجمل ما يعني جمع هذا الوقف. صلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا ممن يبذلون في سبيله عز وجل، وأن تكون خالصة لوجه الله. احذروا ألا تكون خالصة، إذا ما هي بخالصة تراها ضاعت عليكم. إذا بذلت قلوا يا الله يا ربي يا الله، أسألوه أن تكون خالصة لوجهه عز وجل. وش يقول يا أبو عمر؟ أنا أقول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يبيض وجهكم، يجزاك خير يا ربي يا الله. إذا لننطلق جميعا ونبذل لأنفسنا. انتبهوا للعبارة دي، لأنفسنا. يعني أنت لما تدفع المال الآن تدفع لنفسك، لكنه مو بالآن تخليه يسبك. نعم صحيح. ترى إذا رحت من راحوا من القبر ارجعوا عيالك وأموالك خذوها. هذا لا، المال اللي دفعته يمشي معك، تلقاه عند رب العالمين يسبك عند رب. إيه نعم، نور في القبر. الله صلى الله أن يبارك لنا. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.